أقوى خمس قادة في التاريخ الإسلامي. قادوا الجيوش الإسلامية إلى انتصارات خالدة، حطموا جيوش الأعداء في معارك يتذكرها التاريخ، بنوا مجد الحضارة الإسلامية، دافعوا عن دين الله ورفعوا راية الإسلام عالية. إنهم أقوى خمس قادة مسلمين عبر التاريخ الإسلامي. قبل بدء الفيديو نود الإشارة إلى أمر هام، هذه القائمة تبقى مجرد اجتهاد من القناة، فمعايير الاختيار قد تختلف من شخص إلى آخر. كما نود التنبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غني عن كل المقارنات التي يمكن أن يدخل فيها الإنسان، فهو سيد البشر والقائد الأول والقائد الأعظم للمسلمين والإسلام عبر التاريخ. خالد بن الوليد. أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي، صحابي وقائد عسكري مسلم، لقبه الرسول بسيف الله المسلول. اشتهر بعبقرية تخطيطه العسكري وبراعته في قيادة جيوش المسلمين في حروب الردة وفتح العراق والشام في عهد خليفتي الرسول أبي بكر وعمر، في غضون عدة سنوات من 632 حتى عام 636. يعد أحد قادة الجيوش القلائل في التاريخ الذين لم يهزموا في معركة طوال حياتهم، فهو لم يهزم في أكثر من 100 معركة أمام قوات متفوقة عددية من الإمبراطورية الرومانية البيزنطية والإمبراطورية الساسانية الفارسية وحلفائهم، بالإضافة إلى العديد من القبائل العربية الأخرى. اشتهر خالد بانتصاراته الحاسمة في معارك اليمامة وأليس والفراد، وتكتيكاته التي استخدمها في معركتي الولجة واليرموك. لعب خالد بن الوليد دورا حيويا في انتصار قريش على قوات المسلمين في غزوة أحد قبل إسلامه، كما شارك ضمن صفوف الأحزاب في غزوة الخندق. ومع ذلك اعتنق خالد الإسلام بعد صلح الحديبية، شارك في حملات مختلفة في عهد الرسول أهمها غزوة مؤتة وفتح مكة. وفي عام 638 وهو في أوج انتصاراته العسكرية عزله الخليفة عمر بن الخطاب من قيادة الجيوش لأنه خاف أن يفتتن الناس به، فصار خالد بن الوليد في جيش الصحابي أبي عبيد عامر بن الجراح وأحد مقدميه، ثم انتقل إلى حمص حيث عاش لأقل من 4 سنوات حتى وفاته ودفنه بها. طارق بن زياد. قائد عسكري مسلم، قاد الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية خلال الفترة الممتدة بين عامي 711 و718 ميلادية بأمر من موسى بن نصير ولي إفريقية في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. ينسب إلى طارق بن زياد إنهاء حكم القوط الغربيين لهسبانيا، وإليه أيضا ينسب جبل طارق، وهو الموضع الذي وطأه جيشه في بداية فتحه للأندلس. يعتبر طارق بن زياد أحد أشهر القادة العسكريين في التاريخين الأيبيري والإسلامي على حد سواء، وتعد سيرته العسكرية من أنجح السير التاريخية. اختلف المؤرخون حول أصول طارق بن زياد، فمنهم من قال أنه أمازيغي كابن خلكان وابن عذارة والإدريسي، ومنهم من قال أنه عربي كالزركلي والمقري التلمساني، وآخرون قالوا أنه فارسي، بينما ترجح موسوعة كامبريدج الإسلامية أصوله العربية، وهذا ما ذهب إليه أيضا المؤرخ الإيطالي باولو جيوفيو. كذلك اختلف المؤرخون حول نهاية هذا الرجل وكيف كانت، ومن المعروف أنه عاد إلى دمشق بصحبة موسى بن نصير بعد أن استدعاهما الخليفة الوليد بن عبد الملك، وقيل أن سبب ذلك هو خلاف وقع بينهما واحتد، وفي جميع الأحوال فقد عزل كل منهما عن منصبه، وأمضى طارق بن زياد أواخر أيامه في دمشق إلى أن وافته المنية سنة 720 ميلادية.
ترك طارق بن زياد إرثا كبيرا بعد وفاته تمثل ببقاء شبه الجزيرة الأيبيرية تحت حكم المسلمين زهاء 8 قرون. وفي وقت لاحق خلال القرن العشرين أطلق اسمه على عدد من المواقع في البلدان الإسلامية وبالأخص في المغرب الإسلامي. ألب أرسلان ضياء الدنيا والدين. عضد الدولة أبو شجاع محمد ألب أرسلان بن داوود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق التركماني، أحد أهم قادة المسلمين وكبار رجال التاريخ، وصاحب الانتصار الخالد على الروم في معركة ملاذ كرد. عرف باسم ألب أرسلان وتعني بالتركية الأسد الباسل. كان ثاني حكام الأتراك السلاجقة بعد السلطان المؤسس طغرل بك، لقب بسلطان العالم أو بالسلطان الكبير أو الملك العادل. بلغ حدود حكمه من أقاصي بلاد ما وراء النهر إلى أقاصي بلاد الشام، ورغم عظم مملكته إلى أنه كان تابعا للخلافة العباسية في بغداد. قال عنه شمس الدين الذهبي: ألب أرسلان محمد بن جغريبك داود التركماني السلطان الكبير والملك العادل عضد الدولة أبو شجاع من عظماء ملوك الإسلام وأبطالهم. بعد وفاة طغرل بك المؤسس الحقيقي لدولة السلاجقة سنة 455 هجرية، تولى ألب أرسلان ابن أخيه حكم السلاجقة، وكان قبل أن يتولى السلطنة يحكم خراسان وبلاد ما وراء النهر بعد وفاة أبيه داود عام 1059 ميلادية. وكان يعاونه دوما وزيره أبو علي حسن بن علي بن إسحاق الطوسي المشهور بنظام الملك. استطاع في عهده أن يفتح أجزاء كبيرة من آسيا الصغرى وأرمينيا وجورجيا. صلاح الدين الأيوبي الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدين والدنيا يوسف بن أيوب بن شادي بن مروان بن يعقوب الدويني التكريتي المشهور بلقب صلاح الدين الأيوبي، قائد مسلم أسس الدولة الأيوبية التي وحدت مصر والشام والحجاز وتهامة واليمن في ظل الراية العباسية بعد أن قضى على الدولة الفاطمية التي استمرت 262 سنة. قاد صلاح الدين عدة حملات ومعارك ضد الفرنجة وغيرهم من الصليبيين الأوروبيين في سبيل استعادة الأراضي المقدسة التي كان الصليبيون قد استولوا عليها في أواخر القرن الحادي عشر، وقد تمكن في نهاية المطاف من استعادة معظم أراضي فلسطين ولبنان بما فيها مدينة القدس بعد أن هزم جيش بيت المقدس هزيمة منكرة في معركة حطين. يشتهر صلاح الدين بتسامحه ومعاملته الإنسانية لأعدائه، لذا فهو من أكثر الأشخاص تقديما واحتراما في العالمين الشرقي الإسلامي والأوروبي المسيحي، حيث كتب المؤرخون الصليبيون عن بسالته في عدد من المواقف أبرزها عند حصاره لقلعة الكرك في مؤاب. وكنتيجة لهذا حظي صلاح الدين باحترام خصومه لا سيما ملك إنجلترا ريتشارد الأول أو قلب الأسد، وبدلا من أن يتحول لشخص مكروه في أوروبا الغربية استحال رمزا من رموز الفروسية والشجاعة، وورد ذكره في عدد من القصص والأشعار الإنجليزية والفرنسية العائدة لتلك الحقبة. قتيبة بن مسلم الباهلي قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي قائد إسلامي شهير قاد الفتوحات الإسلامية في بلاد آسيا الوسطى في القرن الأول الهجري. هو قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة أبو حفص الباهلي، وكان أبوه مسلم بن عمرو من أصحاب مصعب بن الزبير والي العراق من قبل أخيه أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، وقاتل معه في حربه ضد عبد الملك بن مروان سنة 72 هجرية. وقد نشأ قتيبة على ظهور الخيل رفيقا للسيف والرمح محبا للفروسية، وقد أبدى شجاعة فائقة وموهبة قيادية فذة لفتت إليه الأنظار خاصة من القائد العظيم المهلب بن أبي صفرة.
وكان خبيرا في معرفة الأبطال ومعادن الرجال، فتفرس فيه أنه سيكون من أعظم أبطال الإسلام، فأوصى به لوالي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان يحب الأبطال والشجعان، فانتدبه لبعض المهام ليختبره بها ويعلم مدى صحة ترشيح المهلب له، وهل سيصلح للمهمة التي سيوكلها له بعد ذلك أم لا. فتح خوارزم وبخارى وسمرقند وبلخ وكاشغر، واستشهد سنة 96 هجرية وعمره 48 سنة. ولد قتيبة في بيت إمرة وقيادة وحكم في مدينة البصرة عام 49 هجرية لأسرة من قبيلة باهلة العربية، ولما ترعرع تعلم العلم والفقه والقرآن، ثم تعلم الفروسية وفنون الحرب، فظهر فيه النبوغ وهو شاب في مقتبل شبابه.